ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي على نبينا سيدنا محمد وأسلم عليه تسليما. أما بعد، فاخترت نهضر على واحد الموضوع اللي يعني موضوع كاين في يعني العديد من الناس تيعانيو منه، هو الزهم اللي تيقدر أنه يأثر على المنظر الخارجي ديال البشرة ديال الإنسان اللي تتكون عنده هذا البشرة ديالو دهنية أو مختلطة. في بعض المناطق تيظهر ليه هاد المشاكل هذه اللي هي الحبوب تيخرج له في هذه المناطق، مما تسبب واحد المنظر مزوينش، وفي نفس الوقت انه تقدر ان الواحد يخسر بزاف ديال الفلوس وما يوصلش للهدف انه حيد هاد الحبوب هذا وهاد المشاكل، لدرجه انه يقدر ياخذ يعني بعض الادويه اللي تتقدر انها تكون تتاثر سلبيا على الكبد وعلى هذا، وتيكون مضطر انه يدير تحاليل وهذا. فهاد يعني هاد الدورة كاملة ممكن أنكم تحلوا هذا المشكل ديال الحبوب بطريقة جيدة اللي غادي نهضر لكم عليها دابا. فمعروف أن الزهم منطقة اللي تتخرج لنا هاد الدهون في الجسم ديالنا تتواجد في الطبقة الثالثة من البشرة ديالنا اللي سميتها ليبوديرم. فهاد الزهم هذا تيتطلب اننا نعرفوا كيفاش نوازنوا الخروج ديال هاد الزهام هذا في الجسم ديالنا باش ما يخرجوش هاد المشاكل اللي تقدر يسببها العامل الخارجي والعامل الداخلي في هذا في الحياه ديالنا. فالزهام باش نوصلوا له خصنا دي زاسيد مثل الاسيد غليكوليك اللي تيتواجد يعني في هذا في مثلا في هذا لعاب الحلزون. فهاد الاسيد غليكوليك تيقدر انه هذا يدخوي لي بور، يعني تينقي يعني تيدمر المسام هذا الاوساخ والعوامل الخارجيه اللي كاينه في البشره الاولى ديالنا، وتيدخل البشره الثالثه بسرعه وتيمشي لمنطقه الزهام وتيدير لها التوازن نهار على نهار، تيدير لها التوازن بالتالي تتولي البشره عاديه وما تتبقاش انها تفرز هاد كثره الزهام اللي تقدر انها تاثر سلبيا على المنظر. وفي نفس الوقت هاد الاسيد غليكوليك هذا يعني الدور ديالو انه منين تيقاد الطبقه الثالثه اللي هي منطقه الزهام تيخرج للمنطقه الاولى ويسد المسامات، يعني تيجمع المسامات، بالتالي تظهر البشره بصوره جميله. كذلك العوامل الخارجية هو أن العديد من الناس يعني ما تعرفوش يتعاملوا، خاصة اللي عندهم بشرة دهنية ما تعرفوش يتعاملوا مع البشرة ديالهم في النظافة ديالها. فالبشرة الدهنية تتطلب أن هذا المسامات يكونوا نقية، فباش يكونوا نقيين تيكونوا نقيين بهذا بالنظافة الجيدة، فضروري خاص يكون جيل يعني جيل غسول الوجه اللي يصلح لهذه البشرة هذه، وضروري أن الواحد ياخذ واحد لوسيون ميسولير يديرها مور هذا لو جيل هذا، أو لا تكون شي لوسيون ميسولير منها تتحيد الأوساخ الخارجية ومنها تتنظف المسامات. هي مثلا تنوجدوا بان ملي تنغسلوا بواحد لو جيل نيتويون تيكون هاد لو جيل نيتويون خاصنا نغسلوا بالماء، الماء فيه الكالكير، فاش نغسلوا الوجه ديالنا بالماء ديال اللي هو الكالكير اللي غيحيد لينا الصابون اللي غسلنا به وجهنا، فتعوض هذيك المنطقه اللي هي المسامات تعوضها بالكالكير، وبالتالي يعني تتبقى ديما المسامات مسدوده. المسامات تتطلب انها تكون مفتوحه وتتطلب انها تنقى، باش نقيوها غنقيوها بلا لوسيون ميسولير. ملي ندخلوا للدار ديالنا بالليل وتنغسلوا الوجه ديالنا، البشره تتطلب واحد العنايه جيده، وهاد العنايه هذه خاصها تكون بدون اخطاء. فالبشره كما كانت ملي تنعسوا بالليل لابو ديالنا تطلق لدام، يعني هاد لابو هادي اللي تطلق لدام تتجي تتلقى بان المسامات عامره بالكالكير اللي غسلنا به الوجه ديالنا باش نحيدوا الصابون، وفي نفس الوقت تلقاو بان هاد لدام هذا تزيد على الكالكير. في الصباح تنوضعو ثاني تنديروا الصابون ديالنا تنغسلوا بالوجه ديالنا
شويه الوسخ تيمشي، ولكن المسامات تيرجعوا لها الكالكير اللي ديجا غسلنا به في الماء الروبيني. تنخرجوا للشارع تلقاو عاوتاني عوامل خارجيه مثل الغبار، مثل هذا الشيء، وسائل النقل اللي تتعطي واحد يعني واحد الاشياء اللي هي تدخل المسامات ديالنا. سو كيفي تبقى دائما هاد البشره ديالنا هذه ممتلئه باشياء اللي تخلي المسامات ديالها مسدوده، وتبقاو يتجمع داك الزهام في هاد المسامات هذه. بالتالي تيقدر يدير لنا بوانوار، تيقدر انه يدير لنا حبوب، تيقدر يعني يعمر لنا وجهنا باشياء اللي هي شوائب غير جميله. فالحل الوحيد باش نحافظوا على الوجه ديالنا من هاد الشوائب هذه، خاصه البشره الدهنيه، هو انها تاخذ يعني سيرومات، خاصه لان السيروم هو الوحيد اللي غادي يقدر انه يمشي للطبقه الثالثه اللي هي ليبوديرم، حيت البشره ديالنا كما قلنا فيها ثلاث طبقات، ليبيديرم لو ديرم اي ليبوديرم. ليبوديرم هو المنطقه اللي تتواجد فيها المشاكل. فاش ناخذوا واحد السيروم اللي هو غني بالاسيد مثل الاسيد غليكوليك، فانه يدمر هاد المسامات ويدخل الى الطبقه الثالثه، بالتالي تيوازن هاد المشاكل اللي تتكون كما بغات تكون. يعني هاد الاسيد غليكوليك معروف انه تيوازن جميع المشاكل. دابا تنهضروا على الزهام اللي هو سبب الحبوب، فهو تيمشي لمنطقه الزهام، تيدير لها التوازن، وتيخرج يعني البشره الاولى. في البشره الاولى المسامات ديالنا تتولي تظهر نظيفه، خاصه بزاف ديال الناس تيعانيو من هنا، هاد المنطقه هذه تيعانيو من لي بوين نوار، تيكون الانف ديالهم يعني تيبان فيه رؤوس سوداء، نقاطس او سوداء، والمسامات ديالو تيبانو كبار. فمنين تنديرو هاد لاسيد غليكوليك وتنعتنيو بالوجه ديالنا، ما تنخليوش هاد الكالكير في التقابي اولا تنعرفوا كيفاش نيطوايو هاد لابو هادي، فالوجه ديالنا تيبان مشرق وجيد. وحتى الكريمات، ان الناس اللي تيديروا كريمات يعني عندهم مشاكل، يعني مشاكل في البشره ديالهم، هاد الكريمات هادو تيدخلوا بسلام للاماكن باش يعالجوا هاد المشكل هذا. وهذا الشيء كله بسبب هاد السيروم اللي غني بلاسيد غليكوليك مثلا، يعني من بين لي زاسيد مثلا لاسيد غليكوليك اللي تيخلي ان المسامات تتحل وتتنقى وتدخل العلاج للطبقه الثالثه. فالحل اما انه هاد الشخص اللي تيعاني بهذا المشكل منين يغسل وجهه يدير اون لوسيون ميسولير اللي تتجي مع البشره ديالو، وكذلك الا ما عندوش هاد لوسيون هادي او موا ياخذ واحد الماء معدني ويدير شي قطن اللي ما يكونش تيتشتت، يعني ما يكونش يكون قطن ذو جوده يعني عاليه الجوده، يمسح بذاك الماء المعدني فوق ما غسل الوجه ديالو. تبقاو على خير.